عمري بالعمل واهتماماتي بالتنمية ما بآمن إنه ممكن يكون في تنمية بدون مشاركة مواطنية وبالأخص المشاركة الشبابية. بقى اهتماماتي كتير مركزة على المشاركة الشبابية، وإجا مشروع دورك بيتلاقى مع شغلي الحالي، لأنه عم بشتغل كمان مشروع مشابه مع إحدى المدن في مدينة إحدى المدن في الفيحاء يلي هي ضمن الكومينوتي دو تروافيل يلي هن طرابلس والميناء والبداوي. هيدا إجا هالمشروع يتلاقى مع مشروع أنا حاملته. وهون بحب أقول إنه أولاً شاركت بمشروع دورك وكتير اهتميت فيه كوني مدربة، كنت مدربة ببيروت عن الموضوع المشاركة، وزائد تكلمت أيضاً عن التجارب الكتيرة اللي عشتها بالمشاركة سواء في العمل البلدي أو بالعمل التنموي من خلال مؤسسات اجتماعية. وهون وجودي بالجزائر أعطاني زخم أكتر، حسيت أنه أنا عم بتلاقى مع كتير مثلي من الناشطين والباحثين والأساتذة يلي عم يسعوا أنه كيف نتكامل بالفعل بأي بلد بالعمل المشاركي. والمشاركة منشوفها ما بس بالبلدان يلي تعتبر نوعا ما غير نامية، منشوفها حتى المشاركة بالبلدان يلي تعتبر أكثر تنمية أكثر نموا من بلدان الأخرى. بقى التلاقي مع التجارب أعطاني دفع، وأعطاني بالفعل دفع وحماس كيف أغني يلي عم بشتغل فيه، وخاصة وقت بسمع أصوات شبابية. يعني أنا ما بقدر أعتبر حالي شابة بالنسبة لهالأصوات الشبابية اللي عم نشوف الاندفاع عندها، وبتمنى تتكاتف الجهود لنكون سوا نحقق مع بعضنا، لأنه بالنهاية الإنسان هو إنسان في كل مكان. نحن مع التثاقف، مع الإنسان يلي الإنساني قبل كل شيء قبل ما يكون السياسي، وبدنا نشتغل من أجل الإنسان ورفاه الإنسان.